تكلمتوا عليه والسؤال ديالكم في محله، لأن بالفعل ظاهرة العنف أو القتل اللي بدات كتنتشر في المجتمع ديالنا، خاصة يعني بين أفراد الأسرة أو بين أفراد العائلة، هي ظاهرة كتير كتير من التساؤلات. عندي ثلاثة نقاط أساسية بغيت نوجهها للمشاهدين الكرام فيما يخص هذا الموضوع. أول شيء الأسباب. الأسباب هو السبب الرئيسي من وجهة نظري اللي كتجعل أن نوقع للأسف هذا النوع ديال الجرائم، هو عدم الإلمام الناس بشكل عام والوعي العام بالخطورة المرض النفسي والاضطرابات النفسية، لأن الأغلب ديال هذه الحالات على حسب اللي حكيتي لي أشخاص كيعانيوا من اضطرابات نفسية. المشكل أن الناس كيعتقدوا أن المرض العضوي اللي كيشوفوه، هناك مرض عضوي كيشوفوه بعينهم، هناك عين مجردة كتشوف أن كاين ألم أو كاين دم ما إلى آخره، ولكن الألم النفسي ما كيعطولوش حقه، ما كيعطولوش الأهمية ديالو. فالكثير من الشباب كتلقاهم كيعانيوا معاناة كبيرة نفسية، وهذا هو اللي كيؤدي من الإدمان، لأن الإدمان آخر مدمن إما على المخدرات أو مدمن على الكحول أو وقع في شكل أي شكل من أشكال الإدمان، وحال كامل واحد العلاج نفسي ذاته، بحال شي اون ثيرابي بارابور ا لوي، هذا بحال اللي كيعالج نفسه بنفسه. لذلك مهم جدا نفهموا على أن مجرد ما نشوفوا الأبناء ديالنا أو الأخوات ديالنا أو الأصدقاء ديالنا مشاو في هالاتجاه ديال الإدمان، هذا مؤشر خصنا ننتبهوا، يعني هذا بحال كيدير ثيرابي لراسو، راه هذا شخص يعاني نفسيا، يعاني معنويا، يعاني عقليا، خصنا ننتبهوا ونقوموا بالاستشارة ونركزوا على أن هذا الشخص هذا قبل ما يتفاقم مشكل ويوصل للعنف ويوصل للسب ويوصل للقتل أو الضرب إلى آخره، فخصنا نتدركوا الأمر بالاستشارة النفسية. مجرد ما نشوف أي انحراف في السلوك، أي انحراف لو كومبورتومون، أي اضطراب في يعني في الكلام، أي شكل من أشكال الإدمان، فما خصنيش نركز على الإدمان، يعني الإدمان ما هو غير نتيجة كاين معاناة نفسية في الغالب، ماشي دائما ولكن في الغالب، وهذه المعاناة النفسية كيفجر وكينفس عليها من خلال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو 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 أو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذه كنوجهها بالخصوص للآباء، غياب ثقافة الحب وغياب ثقافة التعبير عن المحبة. الناس ما عندهاش ثقافة أنني ندخل الدار ونحضن بنتي، نحضن بني، لأن من بين الأسباب الرئيسية للانحرافات السلوكية والاضطراب النفسي هو عدم الشعور بأنني نكون محبوب، عدم الشعور بالحب، عدم الشعور بأنني واحد إنسان مرغوب فيه، عدم الشعور بأنني واحد إنسان اللي عندي سند وعندي واحد المحبة، عندي واحد مجموعة الأسرة اللي كيحبوني وكيبغوني واللي كيعطوني واحد السند عاطفي وأسري وعائلي. يقدر يكون كاين ولكن غير معبر عنه. واحد العدد الأسر تستحي أنها تحضن أولادها، يستحيوا أنهم يبوسوا أولادهم، بينما هذه احتياجات أساسية كالمأكل والمشرب. بزاف الآباء غلطين كيعتقدوا بأن أنا مجرد من حقق لأولادي المأكل والمشرب والملبس أنا قمت بالواجب ديالي كأب. البنت والابن محتاجين الحضن، محتاجين الانتباه، محتاجين الوقت، محتاجين اللي يجلس معهم، اللي يشوفهم، اللي يتحاور معهم، اللي يحضنهم. غياب ثقافة الحب وغياب الحنان، غياب العطف، هو من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الاضطرابات النفسية وإلى العنف فيما بعد. والنقطة الثالثة والأخيرة، وهي نقطة كذلك مهمة جدا، وهو الحالة الاجتماعية والوضعية المالية والوضعية الاقتصادية لواحد مجموعة ديال الأسر. لذلك هذه رسالة موجهة للمسؤولين على يعني على كل المستويات ديال الحكومة، على كل المستويات ديال المجتمع المدني، أنهم ينتبهوا، لأن بالفعل هذه الحالات ديال القتل، هذه الحالات ديال العنف، مؤشر واحد عند مشترك هو كاملة كتوقع في أحياء شعبية، كاملة كتوقع في أسر معوزة. إذن الاحتياج والفقر والحالة المادية المعوزة تؤدي إلى هذا النوع من الخلل والاضطراب النفسي.